اللي بيشتغل كل بيجهز الجهاز الفني بيشتغل بشكل كبير، اللاعبين بتشتغل ايضا كمان في الملعب، الجديه والاصرار اللي بنتكلم عليها ينقص ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله نكون موفقين في مباراه اليوم. اللعيبه تكون وجبه اكون ايضا كمان وجبه كرويه دسمه للاعبين، بعيدا عن التدخلات وبعيدا عن اي اصابات للاعبين، ان شاء الله ما يبقاش في تعرض لكل اللاعبين. ايضا كمان يمكن هينضم لنا في خلال لحظات كابتننا الكبير، واحد من نجوم النادي الاهلي والمدير الفني ليه ايضا كمان جمهوريه شبين، كابتن سمير كمونه. كابتن سمير برحب بيكم وحمد لله على السلامه، ومنور يعني منور طبعا الاستاذ مختار التتش. بنشكرك طبعا كابتن سمير على تلبيه الدعوه، لان النادي الاهلي بيجهز بشكل كبير لمباراه الزمالك ومنها كمان لمباراه سان داونز بطل جنوب افريقيا. لكن عايز ابدا معاك الاول، كيف ترى الجيم وكيف ترى مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام قبل مباراه الزمالك؟ طبعا انا بشكرك وبشكر قناه الاهلي وجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الاداره. طبعا مباراه وديه، وعايز اقول لك يعني ان شاء الله تفيد النادي الاهلي وتفيدنا قبل مباراه قمه، لان النادي الاهلي بيجهز لعيبته، واحنا طبعا عندنا مباراه الشمس، مباراه برده قويه، ماتش كويس للفرقتين. من جانب النادي الاهلي طبعا استعدوا لمباراه القمه اللي كلنا في ظهر النادي الاهلي، ونتمنى التوفيق للعيبه والجهاز الفني، وان شاء الله الجماهير يبقى يعني دفعه قويه للنادي الاهلي. ان شاء الله اتمنى له الفوز والفوز بالدوري باذن الله. كأهلوية ومحبين النادي الأهلي طبعا نتمنى ان النادي الأهلي ياخد الدوري السنة دي بشكل كويس، كان بعيد شوية من يعني بدأ من القاع لحد القمة، فدي حاجة تحسب للجهاز الفني مثل لسارتي، ابتدى يعمل سياسة وابتدى يعمل استراتيجية طبعا قوية جدا، وبشخصيته مع الجهاز الفني ان هو يرجع النادي الأهلي في مكانه الطبيعية، وده الطبيعي النادي الأهلي ان هو ينافس على البطوله بقوه والناس كلها تبقى من خلفه. انما حصل دروب لما الجهاز الفني مسك، قدر ان هو يعمل رعب لفرقه الزمالك ويقرب منهم، وانا شايف المسافه قريبه بعد ماتش المقاولين. مباراه القمه النادي الاهلي كسبها، هتحس النادي الاهلي رجع لوضعه الطبيعي. فانا دي وجهه نظري الفتره اللي فاتت، النادي الاهلي شغال بشكل كويس جدا واللعيبه بتستجيب، عوده الشحات وعوده رمضان صبحي نجوم الفريق، عودة أزارو بعد الإصابة، وإن شاء الله وليد سليمان، بقية النجوم مش عايز أنسى حد، إنما النادي الأهلي ماشي بشكل كويس جدا، وعودنا إن النادي الأهلي لما بيكون محتاج بطولة بيجيبها، لما يكون محتاج مباراة بيجيبها. فإن شاء الله النهاردة يعني تجربة تكون مفيدة، ونبقى يعني أنا كلمت لعيبتي طبعا، مفيش شك في المحاضرة دلوقتي، خلي بالكم لعيبه الاهلي عشان عندهم مباراه، زي ما احنا عندنا مباراه هم عندهم مباراه، يعني اكيد هم برضو متكلمين على الفريق شبين ان احنا نلعب مباراه يعني وديه نستفيد، لكن مفيش عنف، مفيش حد يتعور الكلام ده، فانا عامل حسابها يعني ما تقلقش. حبيبي كابتن سمير، يمكن كمان نقطه مهمه جدا بخبرتك بقى، يمكن كواحد من نجوم النادي الاهلي، انا عايز اتكلم على مستر مارتن. في ظل الظروف الفتره اللي فاتت كان عندنا نقص كبير جدا في اللاعبين وغيابات واصابات عديده جدا، لكن الراجل كان شغال مع اصرار وروح الفانيله الحمراء اللي بناكد عليها خلال الفتره اللي فاتت. كابتن سمير تابع ازاي المرحله اللي فاتت اللي كان فيها ضغط كبير جدا لكل مباراه النادي الاهلي؟ هو الضغط كان كبير فعلا، وكان في نظام قديم كارترون طبعا، كل مدرب وله طريقته وكل شيخ له طريقته زي ما احنا عارفين يعني، انما ممكن يكون حمل تدريبي ابتدى يعالجه، ممكن يكون العلاج والاستشفاء والكلام ده ما كانش مظبوط ابتدى يظبطه، السيستم وطريقه اللعب والالتزام للاعيبه النادي الاهلي، لا شفنا الوضع اختلف، وفي الملعب في تكتيك وفي شغل، خصوصا اول 45 دقيقه كل اللعيبه ليها ادوار. ناصر ماهر اتطور، عندك نيدفيد ما شاء الله عليه برده متطور مع ناصر، اشرف وهاني وعوده سعد، الاجوان مفيش مشكله، اي جون دلوقتي دي ميزه، اي جون بيلعب طبعا طبعا للحراس بيأدي اداء كويس جدا، ثلاث حراس ما شاء الله عليهم، بالاضافه طبعا للمجموعه الناشئين الموجوده، لا في شغل. وكمان التجانس مهم جدا، ده من نجاح المدير الفني لما يكون في تجانس وثبت فرقه، حتى الاحتياطي اللي موجود او الناس اللي قاعده بره بتنزل زي عبد زي شحات ورمضان، كنت عاجبني جدا، مع ان انا بارص عليهم شويه لما بتكلم في اي برنامج بقول احنا عايزين والفلوس كتير، لا فعلا هم يستاهلوا، بس يعني احنا انا يعني لما بتكلم على لعيب بضغط عليه في النادي الاهلي بحمسه، عشان انا من محب النادي الاهلي ويعني بعشق النادي الاهلي، عايزه يبقى كويس جدا، فما يزعلوش مني يعني لما انا بارص على لعيب بقول عايزك تبقى احسن، عايزك تبقى تأدي اكتر من كده، مطلوب منك تبقى اكتر من كده ان انت تكسب نادي الاهلي زي الشحات ورمضان وبقيه النجوم، لا عشان انا بحبهم وخايف على النادي، عايزه يدي اكتر حاجه عنده.
من فترة كبيرة جدا يا كابتن سمير ما كناش بنشوف النادي الاهلي على دكة البدلة، في رمضان صبحي، في وليد ازارو، في حسين الشحات، في جيرالدو، بنشوف يعني يمكن قوة ضربة بجانب قوة ضربة في الملعب. ده اكيد شكر المجلس الادارة اللي حاول بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت يجيب صفقات مميزة ويدعم الفريق لسنين طويلة قدام وليس فقط لهذه السنة. مظبوط، انت الاحياء والتجديد مطلوب من اي فريق في العالم، مش هنا بس او النادي الاهلي، لكن الاحياء والتجديد بياخد وقت، بتبقى مراحل، الاعمار السنيه بتبقى كبيره، بيبدا ان هو يجيب اعمار سنيه صغيره، بيبني فريق السنه دي والسنه اللي جايه، فده اللي ابتدى يشتغل عليه مجلس اداره النادي الاهلي. ممكن يكون عشان اكون صريح معاك ان هو اتاخر شويه، انما كانوا ماشيين في الطريق الصح. واول السنه الاداء الفني كان مختلف عن لحد وقتنا هذا، في تطور بالتدريج، فهي دي سياسة النادي الاهلي ان هو لما بيبني فريق بيبني فريق على مرحله طويله، وبيبدا ان هو ينقي لعيبه على اعلى مستوى تفيد النادي سنه واثنين وثلاثه واربعه. فكل الصفقات اللي جت زي الشحات يمكن مضى تقريبا اربع سنين، فدي فكر برضو من رمضان اعاره، انما بقيه اللعيبه ياسر ابراهيم، بقيه اللعيبه اللي موجوده والصفقات اللي موجوده على المدى البعيد، مش النادي الاهلي ممكن ما يبصش كمان للفتره دي، وده طبيعه النادي الاهلي من زمان، بيبني خمس ست سنين قدام. فهم كانوا ماشيين صح قوي، ممكن تكون اتاخرت شويه، لكن انت عارف بيبقى في تفاوض مع الانديه الخارجيه والاعارات، وهنا اللي في مصر في ناس بتطلب فلوس كتير، وبعدين بيبقى في ده شغل التفاوض العادي، فده سيستم النادي الاهلي ماشي عليه، فكانوا ماشيين بخطوط ثابته ونجحوا فيها. اتمنى ان شاء الله صفقات اللي النادي الاهلي اختارها كل لعيب جه النادي الاهلي يكون عند حسن ظن الجماهير، ويكسب سكه مجلس اداره النادي الاهلي ان هو اختاره، ويقدر ان هو يؤدي اداء جيد ونستفيد منه، ويبقى اضافه للنادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. عايز اتكلم معاك على الجمهور يا كابتن سمير، يمكن خلاص قرار ان المباراه بدون جمهور هي مباراه الاهلي والزمالك، لكن احساس كابتن سمير في مباراه الاهلي والزمالك في استاد القاهره كان بيبقى ايه، واحساسه وانت المدرج فاضي بيبقى عامل ازاي يا كابتن؟ لا احنا يعني لما كنا بنلعب كان السنه دي كان النادي الاهلي فتره بسيطه كان اربع نقط، دلوقتي بقى نقطتين. احنا كنا بنلعب كان عندنا فرق 13 نقطه لصالح الزمالك، والسنه اللي بعديها 9 نقط. فالحمد لله ربنا كرمنا، جبنا البطولتين وكان وجبناهم بشكل كويس، وكسبنا الزمالك 2-0 و3-1، كان الشكل كويس. الجماهير بتعمل اضافه قويه جدا خصوصا لفرقه النادي الاهلي، يعني احنا كنا بنلعب 90 و100 الف متفرج في استاد القاهره. تتمنى استاد القاهره يبقى موجود وفي جماهير، ماتش اهلي وزمالك زي ده كنت هتلاقي مستوى فني على اعلى مستوى مع المدرب الناجح مثل لازارتي. انما الجماهير لما بتكونش موجوده في الاستاد بيبقى ملهاش طعم، بالذات مباراه قمه. يعني انت بتشوف الدول العربيه كلها بتتفرج على الاهلي والزمالك، هنا في مصر بيبقى استعدادات للمباراه دي بشكل خاص، انما بدون جماهير يعني برضو العمليه بتبقى صعبه شويه، اللعيب ما بيتحمس اكتر، الجماهير بتبقى كلها في البيوت والكافيهات برضو مش مستمتعه لما بتتفرج في الملعب. احنا يعني احنا ما شفناش في الكلاسيكو مثلا مره ان ما فيش جماهير، لا الموضوع صعب شويه، كنا نتمنى حتى يبقى 5000 او 10000 هنا و10000 هنا، انما طبعا احنا مش عارفين ظروف الامن ايه واتحاد الكوره ولجنه المسابقات، فدي طبعا بنحترمها. انما اهلي والزمالك من غير جماهير يعني بيتهيألي يعني الموضوع هيبقى صعب شويه، انا كنت اتمنى ان يكون في جماهير، وانا شايف الدنيا كويسه والماتشات اللي فاتت حتى لو عدد قليل يا كابتن وداخلين بالظبط، وداخلين على المنتخب ان شاء الله بطوله الامم، ان شاء الله تبقى بطوله ناجحه، والجماهير هي اللي بتنجح البطوله زي 2006 كده، كنا نتمنى ان يبقى في جماهير اهلي وزمالك في مباراه القمه يوم 30، لكن ده قرار مش بتاعي يعني، انا كنت اتمنى يعني. انا عايز اوجه لك الشكر يا كابتن سمير على الاستجابه وعلى التعاون الكبير كعادتك كواحد من ابناء النادي الاهلي مع النادي الاهلي، وعايز اخد منك رساله للاعبينا والجهاز الفني قبل المرحله القويه اللي جايه مباراه الزمالك ومنها مباراه صن داونز. بكل التوفيق وكل الدعم للنادي الاهلي ومجلس الاداره والجماهير، كلنا في ظهركم، انتوا طبعا لعيبه على مستوى عالي، ان شاء الله نتمنى ان انتوا تفوزوا بالدوري، بطوله افريقيا اللي غايبه عننا بقى لها كام سنه، دي نقطه مهمه جدا، ومجلس الاداره كان بيسعى الفتره اللي فاتت ان هو يجيب صفقات على اعلى مستوى. ف يعني شد حيلكم شويه، احنا كلنا في ظهركم، ان شاء الله انتوا لعيبه كويسه ولعيبه مميزه واحسن لعيبه في مصر، فاتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. يعني مباراه الزمالك مباراه القمه، شد حيلكم قوي قوي قوي، ان احنا محتاجين المباراه دي ان شاء الله نكسب، لان المباراه بتبقى مباراه خاصه، والمباراه دي بتظهر نجوم على فكره طبعًا. بتظهر نجوم وبيتالقوا ويروحوا المنتخب ويحترفوا من مباراه الزمالك، يعني مباراه القمه سواء من هنا او من هنا، ف
فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وربنا يكرمهم ويكفيهم شر الاصابات بقى لحسن الموضوع زاد قوي يعني ان شاء الله. الله يخليكم. انا بشكر مش عارف مين اللي معاك في الاستوديو، بشكرهم جدا وبالتوفيق، وما شاء الله قناه النادي الاهلي تملي بتبقى مميزه في تقدم ان شاء الله باذن الله. شكرا، الله يخليك حبيبي، الله يكرمك، كل الشكر.